اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي ولكن بافكار بتناسب كل الاعمار. يعني ايه مغازي؟ يعني بقول لك مثلا عايز اكل كاسه جمبري كوكتيل في بعض المطاعم المشهوره وشويه، يعني مش تبذير ولا حاجه، هنصرف عليها شويه. جمبري كوكتيل يعني حاجه كده لطيفه بنعملها في المناسبات، عيد زواج، عيد ميلاد، مناسبه حلوه، مناسبه سعيده. فتعالوا نعمل كاسات الجمبري كوكتيل النهارده بطريقه صحيه. مكوناتها عباره عن جمبري وصوص كوكتيل اللي هو مايونيز وكاتشب ومستردة حسب الرغبه. هنشوف التكنيك العالي اللي عاملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله. معانا مستر داوود باشا النهارده، اكله برضو صحيه. متهمه دايما داوود باشا اللي بتاخد زبده وسمنه واللحمه تكون دسمه. ايه المشكله لما نجيب حته لحمه من عند الجزار هبره كده نسبه الدهون فيها لا تتعدى 5%؟ هي معانا النهارده وباينه على الشاشه قدام حضراتكم. هنعملها داوود باشا. ليه سموه داوود باشا؟ محدش سال السؤال ده. داوود باشا دي اكله بشويه، بشواتي يعني، بيخش لها الصنوبر ودبس الرمان. احنا مش هندخلها صنوبر، بريئه منها، مش مشكله، ممكن يكون سعره غالي، خلينا نعملها بدبس الرمان مع شويه لوز حلوين كده، ولكن يهمني الطعم اللي هي التوابل نفسها اللي هتخش في تركيبه داوود باشا. عدله رز بالشعريه او رز ابيض. حلو الكلام، حلو الكلام. طبق سلطه النهارده بقى، انا شخصيا طبق السلطه ده بسميه الهرم الغذائي بمكوناته. فيه البوتاسيوم، فيه فيتامين سي، فيه طبعا النشويات والكربوهيدرات، فيه الكالسيوم، فيه المعادن. سلطه اسمها روز سلطه، مشهوره جدا في المطبخ الغربي. اعملها النهارده بطريقه هقدمها لحضراتكم. ممكن نقدم معاها شويه دجاج، ممكن نقدم معاها تونه، انشوجه، حسب الرغبه. هنشوف روز سلطه دي مشهوره جدا في بعض المطابخ الغربيه، ولكن بفكر الشيف المغازي، بفكر طهوي، خبره طهويه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. وازاي تعملي من مكوناتك اللي موجوده في الثلاجه وفي دراج المطبخ اكل صحي بدون تكلفه. او تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. مقادير الروز سلطه نعمله مع بعض ازاي؟ مقادير بسيطه وسهله. جزر، بطاطس، بسله، بيض. بطاطس وجزر وبسله وبيض، وخس معانا طبعا، والصوص بتاعنا اللي هي التركيبه اللطيفه، زيت زيتون وعصير ليمون وشويه ملح وشويه فلفل وقليل من الخل. اخواننا بيحطوا لها خل بلسمك، ده غالي شويه، احنا ممكن نحط خل ابيض عادي او خل تفاح، مفيش اي مشكله. والمقادير على الشاشه، بسيطه وسهله. دي طبعا بتاخد مايونيز اساسي، لازم فيها مايونيز. هنشوف نعملها مع بعض ازاي سريعا دلوقتي. بنجيب بوله كده زي الفل، اللهم صل على النبي، اهو، وتعالوا نشوفوا ازاي نقلبها كلها مع بعضيها ونكسب وقت. اللحمه على النار بتتحمر. انا عايزك كنت في المطبخ تنظمي وقتك زي ما انا شغال كده. عملنا كاسات الجمبري الكوكتيل، انا بدات بيها عشان نشوف صوره حلوه على الشاشه تفتح النفس. نكمل مع بعض الرز سلطه، حلو قوي. نجيب بلانشه كده زي الفل، اهو معانا في المقادير شويه خس، فاكرينهم اللي كنا مقطعينهم من شويه اهم، زي الفل. وناخد البلانشه كده، معانا الجزر ده مسلوق، اه خلي بالك، اه زي الفل. جزر لازم يتسلي، ما يتحطش ني، تقطع مكعبات كده، اه 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 اه. خلي بالك في حاجه هنا هقول لك عليها معلومه غير معلومه، ان احنا نسلق الخضار سليم زي ما هو كده ونقطعه، احنا بنحافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. زي الجزر اللي انا سلقه دلوقتي، اه ده مسلوق، حافظت على السوائل اللي بتفقدها طبعا في ميه السلق. بتسلقي بطاطس وهي سليمه وتقطعيها، برضو طريقه صحيه وسليمه، بتحافظ على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في البطاطس. سريع لف السمبوسه عينيه بطريقه سهله وبسيطه. لحمه مفرومه متعصجه زي اللي كانت معايا من شويه، بتعصجها ببصله وتومه وتحط لها شويه توابل حلوين من ايدك. وما نكترش التوابل يا اخواننا في رمضان عشان المعده هنا بتبقى فاضيه. نقلل من التوابل في كل اكلنا في الشهر الكريم، نركز على المضمون، على الطعم، سيبك من التوابل خالص، وخاصه الحاجات السبايسي. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده قطعنا الخضار بالشكل ده كده، بنحط عليه المايونيز، اهو زي الفل. حلو، وحط شويه عصير ليمون معانا، فين عصير ليمون اهو زي الفل. بنحط شويه مستردة، انا بحب المستردة اللي هي الخردل المطحون الناعم، ليه يا شيف؟
بتحرك الدم في شرايين الجسم، قيمته الغذائيه حلوه، بيفتح النفس، التست والطعم بتاعه عالي جدا، بيظهر في الاكل. حلو، شويه ملح، شويه فلفل صغيرين، نقلب كل دول مع بعض، نقلبهم مع بعض واحنا شغالين كده اهو بايديا وحياه عينيا اهو اهو اهو. ادي السلطه، الرز سلطة دي مع لازم تحطها في التلاجه بقى، عمليه التبريد تبقى مهمه. زي الفل، تمام. نغرفها في طبق حلو كده، يلا اهو. دي ما بتاخدش طماطم، لا، وعايزه تحط لها طماطم دي بتاعتك. انا بقى دايما اقول المطبخ له دستور ولو قاعده، براحتك. حطيتي طماطم مش هتزعل منك، بالعكس انت بتزودي من القيمه الغذائيه بتاعتها. طبق التقديم اهوت يا عم الشيف، معانا خس حلو كده، ندلعها بشويه خس بلدي عشان تتكلم بلدي، وناخد السلطه دي زي ما هي كده اهو. يا ويلي يا ويلي، يلا الرز سلط على طريقه الشيف المغازي، فيها كل المكونات، البسله والبوتاسيوم مفيد جدا للسيدات الحوامل والامهات، بطاطس يعني كربوهيدرات ونشويات مفيده للرياضيين، جزر يعني فيتامين سي قوي المناعه عندنا. لسه ما خلصتش، اديني منت صغير. في بيض هنا للتزيين اهو زي الفل، اللهم صل على النبي. معانا بيض تقطع كده ايه اربعه، الله، ونزين كده اهو، ايه اقماع من البيض بالشكل ده كده اهو. نبحث جوه السلطه دي ايه اللي ايه المؤذي فيها، مفيش اي حاجه صحيه، قيمه غذائيه عاليه جدا اهو، قيمه غذائيه عاليه جدا. اذا من البيض مكوناتها كلها مع بعضيها اهو اهو. عينيا يا فندم، حاضر حاضر يا ست الكل اهو. الطبق السلطه ده نحطه فين؟ جنب الكوكتيل بتاعنا ده، عدله اه، اللهم صل على النبي. حلوه كده مكانها زي الفل. نغرف داوود باشا، نطلعه من النار، يلا اللهم صل على النبي. نشيل ده كده، حلو. رؤيا فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى، حتى كمان اكل صحي. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو.